في ناس شافت ان موسيماني كان مفاجئ للكل بالفوز على الاسماعيلي باربع اهداف وعلى الفوز على الزمالك بخمس اهداف، متفق ولا مختلف مع المسمى اللي اطلقه البعض على فيتسو موسيماني اللي هو اصبح ملك المفاجآت؟ مش مفاهم يعني لو بصينا دي مبالغه يعني اصل لو بصينا حتى النتائج الموسم الماضي حققنا بطولات كتير، يعني تقريبا خمس بطولات حققناهم، فاعتقد مفيش مفاجاه يعني. هو بس حاجه الشيء الجميل الكويس اللي انا شايفه لاستغلال الفرص دي بتبقى حاجه كويسه، يعني بتتيح لك فرص كتير في مباريات ممكن ما تبقاش موفق، انما اعتقد يمكن دي ميزه نتمنى انها تستمر معانا، استغلال الفرص بشكل كبير يعني بيتيح ليك مثلا خمس فرص تسجل منهم ثلاث اهداف، دي حاجه كويسه، ده معدل عالي جدا. اعتقد ده دي ميزه كويسه بدانا بيها هذا الموسم، اتمنى انها تستمر ان شاء الله. طيب.